مساء الخير، لنلتقي على إشكال الماء، لنلتقي لتناول أزمة الماء بجهة ضرعة سفلات. إشكال الماء مطروح بجهة ضرعة سفلات، وقد بلغ الذروة إن صح القول، إن في المأساة ذروة، وقد بلغ الذروة إن صح القول، إن في المأساة ذروة. بلغ الذروة يوم الأحد 8 من شهر أكتوبر من العام 2017، يوم اعتقال 21 مواطنا بزبورة، منهم من اتهم بالمساهمة في الوقفة الاحتجاجية أو المظاهرة غير المصرح بها، وبجنحة الاعتداء والإهانة إلى غير ذلك من الصياغ المألوفة في التهم، والتي لا تحترم أحيانا قواعد اللغة. ومنهم من سيق إلى الجنايات بتهم إضرام النار والعنف إلى غير ذلك. وفي جميع الأحوال جرست وسائل الإعلام وقتها بأن هؤلاء عطاش فقط، عطاش أحوج إلى الماء الشروب. ولا يعنينا التدقيق في صيغة التهم الموجهة إليهم، وما إذا كانت محاكمتهم مرضية لهم، فكلنا يحترم القضاء. وإنما يعنينا هنا أن الماء ندرته مقلقة، وليس الإشكال المتصل بندرة الماء أو بوفرة المياه الصالحة للإنسان مشكلة الجنوب الشرق المغربي وحده، إنها مشكلة قائمة في معظم دول العالم، وإنها عنصر من عناصر الأزمة التي يغذيها الخلال في العدالة المجرية وفي التوزيع غير المتكافئ للموارد واستفحال التلوث والتغيرات المناخية. لذلك ندر الماء واستفحل الجفاف وعم التصحر وعمت الندرة. وهل للإشكال علاقة بحقوق الإنسان؟ الجواب بالإثبات، فما الشرب خدمة دني الحق، لأن انعدامها يمس الحق في الحياة. ذلك أن الحاجة إلى الماء لم ترق بعد إلى حق مستقل، حق من حقوق الإنسان. وإن ضمان الماء الشروب التزام دولي. تصل الحاجة إلى الماء بالحق في الحياة وفق المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، كما تنص عليه المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولأن لكل شخص الحق في مستوى المعيشة كاف له ولأسرته، كاف له هو وأسرته وفق المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن ذلك مضمن للماء. ويتوجب استحضار الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، أي ضمان ساحة المياه وخدمة الصرف الصحي للجميع. وفضلا عن ذلك، وجب الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، كما ورد في الفصل 31 من الدستور، وهناك قوانين وطنية ذات صلة بالماء. لا جدال في المرجعية الحقوقية وفي مضامين القوانين ذات صلة بالماء، لكن هل الموارد المتوافرة كافية لتنزيل هذه الحقوق والقوانين بجنوب الأطلس الكبير الشرقي؟ لأنها تقع في ظل المطر، أي تحت رحمة ميزانية
قلما تتجاوز 200 مليمتر سنويا؟ الجواب بالنفي. أعيد السؤال، هل الموارد المتوافرة كافية لتنزيل هذه الحقوق والقوانين بجبال الأطلس، بجنوب جبال الأطلس التي تقع في ظل المطر، أي في ظل ميزانية قلما تتجاوز 200 مليمتر سنويا؟ الجواب بالنفي، إنها موارد ضعيفة غاية، إنها موارد قليلة، ولا غرف المصالح الحكومية تشتغل على استراتيجية تدبير الموارد المائية بالمغرب، إما برامج ومخططات سؤلا في التنمية المستدامة وحماية البيئة، وهناك مجهودات وطنية في النظافة وجمع النفايات ومحاربة تلوث الهواء واللجوء إلى الطاقة النظيفة، الطاقة الريحية أو الطاقة الشمسية، وهناك مجهودات في التنقيب وحفر في التنقيب على أبار جديدة وحفر أبار جديدة بزقرة وقرامة ومزز. إنها موارد ضعيفة رغم ذلك، إنها موارد ضعيفة غاية ورغم ذلك هناك مجهودات في التعبئة نحو بناء سد قدوسة وسد تمقيت، وأوشك سد تدغى على النهاية نهاية الأشغال أقصد، وهناك مجهودات في التجهيزات الهيدرولوجية نحو بناء السواقي والقنوات، وبموازاة ذلك هناك مجهودات في الهضر، فمن ذلك توظيف الفرصة المائية في صناعة الاستخراجية، استخراج المعادن، أي استخراج المعادن واستمارها، لأن الجهة منطقة منجمية بامتياز تستغرق 56% من الثروة المنجمية الوطنية، من الثروة المنجمية الوطنية، وكما هو معلوم فالجهة لا تستفيد من ثرواتها المنجمية لأن الضرائب تجبى في بلدية المعارف، والأيادي العاملة تجلب بعيدا عن الجهة لأن الشركات المستثمرة تبحث عن المهارة، عن الأيدي، عن أي الأيدي العاملة ذات مهارة، والفائدة الوحيدة التي نستفيدها من ذلك استفحال التلوث والغبار واستهلاك الفرشة المائية الباطنية. واستفادت أقاليم الجهة من بعض البرامج نحو برنامج بوت، برنامج واحد تفيلات الذي يهدف إلى محاربة الفقر والتصحر، وبرنامج تحدي الألفية الذي يروم تحسين منتوج الأشجار المثمرة، وهناك برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج الوكالة الوطنية للتنمية مناطق الواحات وشجرة أرقان المعروفة اختصارا أنزوة، وهناك مجهود فائق في الاستثمار المفرط للمياه الفلاحية في الجهة تنتج البطيخ الأحمر دلاع وما أدراك من البطيخ الأحمر الذي يمتص كمية كبيرة من الماء، وهناك مجهود في خلق ما يسرع من وتيرة التصحر، ومنذ سنة 2009 نشأ سكان حوض معيضر وزقورة ومحمد يشكون ضررهم بالاحتجاج ولا شيء أمامهم غير الاحتجاج، ونتج عن تحفيز الاستثمارات الميكرو الزراعية استهداف النظام الواحي وتعميق العجز المائي وتهديد السكان بالهجرة، وحسبنا أنه في بحر فبراير من العام 2021 رخص لمستثمر زراعي أن يستثمر قرب عين تفولات التي تغذي واحة غريس التي يستفيد منها 70,000 نسمة، رخص لمستثمر زراعي أن ينشئ ضيعة تتضمن أبارا منها ما يتصل بعمق عين تفونسين وسيسبب في جفافها ويهدد 70,000 نسمة بالهجرة. ولحسن الحظ تراجع المستثمر بفعل الضغط الإعلامي ولم تحرك السلطات للأسف ساكنا، وكأن شن الحرب على موارد الماء لن يشكل بؤرة للتوتر. إذن فأين أولئك الذين يقتنصون الشعارات
ويناشدون بالاستباق إلى الخيرات، بنينا كذا وحفرنا كذا وقمنا بكذا، يناشدون بالاستباق إلى الخيرات ورفع المضرات. إن وطع الماء مندر بجهاد درعة فلالت، يا سادة إن وطع الماء مندر بالكارثة، يا إخواني إن وطع الماء يستدعي منا جميعا التفكير والوقوف مليا في هذا لمعالجة هذا الإشكال. تحية لكم، سأقف عند هذا الحد وسأعود إليكم مرة أخرى.